كان الاتهام أرضا وإنسانا قصب السبق في الثورة على حكم الكهنوت الإمامي في القرن الماضي، فكانت الزرانيق ثورة زلزلت عروش الطغيان الإمامي وصارت ملهمة لكل الثورات التي فجرها أحرار اليمن. نحن نعرف أن ما بيننا وبين هذه الميليشيات يعني من أيام الأئمة، من أيام يحيى حميد الدين إلى اليوم، ونحن في حرب مع تلك الجماعة. فكانت ثورة 26 من سبتمبر يوما فارقا بين زمنين، زمن القهر والظلم والفقر والمقابر والقيود والمجاعات والأسقام، وبين زمن الانعتاق والحرية والعلم والمعرفة والتحرر. لأجله سكب الأحرار الثوار دمهم لأجل لحظته الفارقة على امتداد الخارطة الوطنية في مواجهة الكهنوت الإمامي. وها هي أجيال سبتمبر المجد والتحرير تنتفض على خطى آبائهم وأجدادهم الأحرار ليواجهوا ميليشيا الحوث الكهنوتية التي تسللت على حين غرة من اليمنيين في محاولة يائسة العودة بالشعب اليمني إلى عهود الظلم والكهنوت. أبناء تهامة برزوا في ثورة 26 سبتمبر، وخصوصا أبناء الزرانيق، والتاريخ لم يغفل هذا بل سطره بأحرف من ذهب. إنه 26 من سبتمبر، ثورة والمجد والتحرير المزروع في دم اليمنيين، تاريخا شامخا تضوئل حياله الدهشة ويستعصي على الانكسار. عبد الحفيظ الحطامي، بقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.